قوي من احلامي ان اشتغل مع استاذ شريف ومحمد هنيدي. محمد نجم كبير واستاذ شريف ده حلم اي ممثل ان هو يشتغل معاه, فدي تجربه بالنسبه لي مختلفه وانا مبسوطه بيها بصراحه جدا. يا رب بس الناس تتبسط. اهم المشاريع اللي اشتغلتها الحقيقه, ومبسوطه جدا بالانبوت اللي اتعمل فيها, ومش دايما بيجي مشاريع يبقى فيها وراها ناس مصدقه فيها وبتدعمها, ويبقى من خلال الفن تقدري تغيري حاجه في المجتمع. ده مش بيحصل دايما كتير, يعني حتى النجوم الكبار جدا العظماء اللي عملوا تاريخ ممكن يبقوا عملوا كده مره واحده في حياتهم بس, فدي حاجه مش بتيجي كتير يعني. بصي انا ما فكرتش اتبنى طفل صراحه, انا مش ضد الفكره خالص, بس انا ممكن جدا يجي في دماغي الموضوع ده, ليه لا.